سن 33 سنه يلا درت العيد ميلاد ديالي وما وصلتني حتى شي تهنئه ورانا مقلق. والمهنه ديالك؟ يوتيوبر، يعني كنخدم في لي ريزو سوسيو. دونك الا بغيتي تقدم الجنو شكون هو شاكيب عصفور؟ شنو غادي تقول له؟ شاكيب عصفور قاري فلسفه، انا راه اجازه في الفلسفه ومن هنا منين جا الذكاء ديالي. ولد الشعب عادي، عديت بزاف شويه مع الدريات. فهمتك. اللي بغيت نقول ان المواضيع اللي كنطرق ليها كتجيني اساسا من السنتروق. يعني انا ملي كنركب في السنايطير ديالي وكنتسارى في المدينه ديالي كنت انسبير، كنشوف بنادم باش غادي، كنجلس قهيوات، كندرسو، كنضرب عليه العين، كنشوفو شنو باغي يدير، كيلابس، لانه اللبس حتى هو مهم، كعبر على الشخصيه ديال الانسان. وتي لك تقاري فلسفه تفهمها، شي حاجه اخرى راه ما يمكنش. فهمتيني يا زوانه؟ السؤال الاخير، شنو هما الاشياء اللي كيفرحوك بزاف اللي يمكن لك تهضر عليهم؟ الاشياء اللي كتفرحني ما غنقولهاش امام الشاشه. حشو. كتفرحني مسائل شخصيه. والاشياء اللي كتقلقك بزاف. اولا كتزاحموني في الطريق وما كتحترموش قانون السير، هادي راه ما زويناش، عيب. وهنا فين كيبان بنادم فهمتي من اينا نبته خرج، احترموا قانون السير عباد الله. كيعجبنيش ترمي الزبل في الزنقه، ما كيعجبنيش ان كل واحد راه المسؤوليه ديال داكشي اللي كيدير على الاخر. ما كيعجبنيش بنادم ملي كيرمي الزبل قدام حد مكتوب فيه ممنوع رمي الازبال، فهمتي؟ حاش كيجيني يديرها معايا.